تعالوا نعيش أجواء الفرحة مع أعضاء أهلي الجزيرة والزميلة مريم سميح. ألف مليون مبروك يا كابتن أيمن، وألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. فرحة كبيرة، فرحة عارمة. النادي الأهلي بطل أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي مع مارسيل كولر. زي ما أنت شايف وسامع كابتن أيمن، فرحة كبيرة جدا وعارمة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلينا طبعا نشوف آراء الجماهير وأعضاء النادي الأهلي. قول لي إيه رأيك بقى النهارده في الماتش، وتقول إيه لكل لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني بمناسبة التتويج للمرة الـ 12 في تاريخ. أقول ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ألف مبروك للكابتن الخطيب ومجلس الإدارة، ألف مبروك لمصر. تقول إيه لكل اللعيبة، وشايف مين أهم لعيبة الماتش النهارده؟ طبعا في البداية مبروك النادي الأهلي، خامس نهائي في 4 سنين، دي حاجة يا جماعة. النادي الأهلي بيعمل عظمة، النادي الأهلي مشرف الكرة المصرية. النادي الأهلي من أهم لعيبة النهاردة أنا شايف أكرم توفيق وكريم فؤاد، برضو من الاثنين دول كانوا من نجوم مباراة، وإمام عاشور لاعب كبير جدا جدا جدا. ومبروك، وقول لكابتن الخطيب أنت الرئيس التاريخي. كابتن الخطيب حضر 12 بطولة أفريقيا الخطيب كان هو متواجد فيها، ومبروك للنادي الأهلي. فرحة كبيرة النهاردة، البطولة الثانية على التوالي لمستر مارسيل كولر. تقول له ايه؟ جهاز فني الحقيقة قدر ان هو يحسم مباراة. انا بقول الف الف مبروك للاهلي وجماهيره الاهلي، والف مبروك لينا كلنا. البطولة ال 12 وهو بني البطولة ال 13 ان شاء الله. النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل القرن. تقول ايه النهاردة؟ فرحة كبيرة جدا غالية على قلوبنا، بطولة غالية جدا جدا. دايما بنبقى مهتمين ان البطولة تكون في مقر النادي الاهلي ومعقل الحقيقة القلعة الحمراء. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بنبارك لجمهور النادي الاهلي. تعب جمهور الاهلي، استحمل، الاداره تعبت، مجهود على مجهود الاداره. الف مبروك للجهاز الفني، للجماهير، للاعلاميين، للعيبه، لكل جماهير الاهلي. كلنا جايين نحتفل. الف مبروك لمصر اولا، مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. اللعيبه كلها كانت رجاله النهارده، محمد عبد المنعم، حسين الشحات، مصطفى شوبير، اللعيبه كلها كانت مركزه وعلى اعلى مستوى. بصراحه الاهلي رقم واحد، وطول ما الاهلي بخير منتخب مصر بخير. الف مبروك للاهلي وجماهيره في كل مكان، بصراحه فرحنا كلنا. اللعيبه كانت على قلب رجل واحد، يعني لعيبه الاهلي على قلب رجل واحد، والحمد لله مكاسب كتير في المباراه. الحمد لله عوده اليو ديانج، طبعا نص ملعب، طبعا اخطر لاعب يعتبر في النادي الاهلي. بنتمنى باذن الله عوده اللاعب علي معلول، كلنا رب ندعي له بالسلامه ويرجع بالسلامه، والحمد لله. ومبروك لمصر كلها. تقول ايه النهارده بمناسبه الفوز الغالي ده؟ اقول له الف الف مبروك، فريق كبير، فريق عظيم. النادي الاهلي فريق تقيل متعود على البطولات، هي دي عاده النادي الاهلي، لما بيطلع النهائي دايما بيخلصوا، لان النادي الاهلي بيلعب على التاريخ 1907. تقول ايه النهارده لكل طبعا يعني لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي؟ الف مبروك للابطال، وبالذات عاشور، ربنا يحميهم ويحفظهم ودايما في بطولات ان شاء الله. تقول ايه النهارده لعيبه النادي الاهلي والفوز الغالي ده للمره 12؟ بنحتفل بالاميره السمراء، بقول لهم الف مبروك، وده متوقع، وطول عمرنا اصحاب القاره واصحاب البطولات كلها، مش حاجه جديده على النادي الاهلي. الف مبروك لينا، واحنا فرحانين، كل متاكدين من الفوز. تقول ايه النهارده؟ احب اقول ان لعيبه النادي الاهلي رجاله رجاله، ويستحق الفوز، وان شاء الله ال 13 يا اهلي. تقول ايه النهارده عن اداء النادي الاهلي، وان هي مباراه الحقيقه ان احنا كسبناها بصعوبه، ولكن قدرنا ان احنا الحقيقه نحسم مباراه لصالحنا والبطوله لصالحنا. احب اقول للنادي الاهلي اداء مشرف، والف الف مبروك، وفريق كبير، فريق عظيم، اصيل. زي ما انت شفت يا كابتن ايمن، مختلف الاعمار السنيه، نساء، شباب، حتى الاطفال موجودين علشان يساندوا النادي الاهلي. فرحه كبيره جدا جدا. الحمد لله يا كابتن ايمن، ودايما في انتصارات وبطولات، وان شاء الله نحتفل بقى بوصول الاميره السمراء، وبطوله جديده بتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي.